انا شرفتينا في صدى البلد، نحب نتعرف. انا صوفي سامح، توب 5 ملكات جمال العرب. كلميني النهارده بقى عن فعاليات المسابقه. والله انا المفروض ان انا النهارده احنا جالنا دعوه لمؤسسه ملكات جمال العرب ان احنا نحضر الايفنت، وطبعا الايفنت احنا لازم نحضره لانه هو حاجه من الحاجات الثقافيه في البلد. وطبعا البنت اللي هتاخد ملكه جمال هتاخد ميس ايجيبت، دورها مش هيختلف كتير عن دور ملكه جمال العرب، انها هيكون ليها مسؤوليه كبيره جدا في تنشيط السياحه وفي مشاريع كتير جدا، وممكن تعمل انشطه مجتمعيه. فطبعا احنا لازم نشجع حاجه زي ديت. عندنا دكتور حنين نصر مسؤول المؤسسه، دايما بتشارك في اي فعاليات جميله، اي فعاليات فيها ثقافه، فيها حاجه كويسه للبلد، احنا لازم نكون مشاركين فيها، وطبعا بيجي لنا دعوات عليها. انا شايفه ان ملكه الجمال كلمه صعبه جدا. ملكه الجمال ما ينفعش تكون حلوه من بره، ما ينفعش تكون نحت وقوام وجسم وشكل جميل وعيون حلوه، بالعكس ملكه الجمال لازم تكون روحها جميله من جوه. المفروض ان ملكة الجمال تكون عندها اختلاف داخلي، لازم تكون عندها انسانية، نفسها تشارك في الخير، لازم تكون شخصيتها قوية، عندها استعداد انها تعمل مشاريع وتعمل انشطة اجتماعية كتير، وعندها استعداد انها تمثل مصر. يعني تمثل مصر دي كلمة مش سهلة ابدا، بالعكس ده موضوع صعب جدا، ولازم اللي يبقى شايل المسؤولية دي يقدرها. فملكة الجمال ما ينفعش تكون حلوة من بره بس، لازم تكون شخصية، ثقافة، فكرها لوحده لازم يكون فكر مختلف، وجانب كل ده انها لازم تكون عندها انسانية، عندها عطف على غيرها، علشان تقدر تساعد اي حد محتاج لها. شرفتينا معانا في صدى البلد. جدا، الشرف ميرسي جدا، ربنا يخليك.